السلام عليكم، تحية طيبة متجددة مني لكم كافة المتابعين. اليوم معكم عبد السلام الرقيق، منخرط من منخرطي شركة جي ام فيتنس بمدينة تازة، وعضو اللجنة التي خرجت بها مجموعة المنخرطين في هذه الشركة والصالة الرياضية. وهنا أول ما نقول نناشد السلطات المحلية بمدينة تازة والسلطات العليا بأن تتدخل وتوقف العبث الكارثي والتلاعب بمدينة تازة. اليوم كيف ما كتشوفوا حنايا متواجدين امام الصاله الرياضيه جي ام فيتنس. هذه الصاله الرياضيه اللي حنايا كنا منخرطين فيها، كان فيها واحد العدد نتاع المنخرطين اللي كيزيد على 500 منخرط. اذا بينا كنتفاجئوا في واحد المرحله من بعد ما ادينا الواجبات نتاعنا واللي كانت عباره عن الخيرات السنوي، طحنا في واحد الاشكال اللي هو الاشكال اللي غنتكلموا عليه حاليا، هو اننا ادينا هذا الانخراط. جات واحد المرحله اللي كنتفاجئوا بالاغلاق نتاع الصاله الرياضيه. تغلقت الصاله الرياضيه لواحد المده معينه نتاع يومين ثلاثه ايام، وكانت واحد الاغلاقات يعني متتاليه، المره الاولى والثانيه، والاداره اللي هما يعني المشرفين اللي كانوا داخل الاداره كيقولوا لنا بان تم الفتح نتاع الصاله الرياضيه في اقرب وقت. فبالتالي بقينا على ذاك الاساس. هذاك كان اغلاق ثاني، كان اغلاق ثالث، مده نتاع شهر نتاع الاغلاق. فاذا بنا مره اخرى غادي نتفاجئوا بواحد الاغلاق بتاريخ 6 في شهر 3 2021. هذا الاغلاق هذا كان قبله واحد المجموعه نتاع الاشكالات، من بينها التردي نتاع الخدمات بصفه عامه، بما فيها المسبح، البروده نتاع الماء نتاع المسبح، المشكل نتاع الالات الرياضيه اللي كانت كتنقص في كل مره. كان كيتقدموا وعود لنا بان غادي يتم تغيير نتاع الالات الرياضيه، لكن فيما بعد كنتفاجئوا بانه كيتحيدوا الالات الرياضيه ماشي كيتضافوا. وهذا الشيء اذا كنا كنتكلموا عليه فكنتكلموا حنايا كمنخرطين وكرياضيين، كنا كنحطوا واحد المجموعه ديال الفيديوهات ديالنا في وسائل التواصل الاجتماعي وحنا كنمارسوا ذاك النشاط الرياضي ديالنا. فاذا بغيتوا انتم كمشاهدين تاكدوا من هذا الامر هذا، بامكانكم ترجعوا للحسابات الشخصيه ديالنا كرياضيين. تفاجئنا بهذا الاشكال هذا. الشخص المسؤول الاول على الصاله الرياضيه كنتصلوا به، جينا لقينا الباب مغلق بتاريخ 6/3/21، جينا لقينا الباب مغلق نهائيا وما كاينش تجاوب. طالبنا بالرقم ديالو ما تعطلناش، بحثنا عليه بجهات معينه، اتصلنا بهذا الشخص، ما كانش رد في المره الاولى والثانيه، المره الثالثه رد علينا وقال بانه تبلعت الصاله الرياضيه لاسباب اللي من بينها الاصلاح نتاع مجموعه نتاع الامور كما تم الامر من قبل. الاشكال اللي تطرح امامنا حنايا هو هذا الشخص هذا داير معنا واحد العقد معين، داك العقد كاين فيه واحد المده نتاع الممارسه ديال النشاط الرياضي، ما كاينش فيه تصريح صريح كتابي بان هذا الشخص بامكانه يغلق الرياضيه القاعه الرياضيه في اي وقت رغب هو في ذلك من اجل الاصلاحات او ما الى ذلك. فبالتالي هنايا مس بهذا العقد ومس بالقانون نتاع الالتزامات والعقود. خدينا احنا واحد الاجراء من بعد، اتصلنا بهذا الشخص، تكلمنا معه، وعدنا بلي غادي يفتح القاعه الرياضيه من بعد يومين. الفتح كان لمده نتاع ساعه، تم الغلق فيما بعد، بقات الامور بحال هكاك. توجهنا احنا للقانون كمنخرطين، قمنا بالتوجه للقانون ودرنا واحد الشكايه باسم المنخرطين، جمعنا واحد المجموعه نتاع التوقيعات ورفقناها بالشكايه كما رفقناها بالمعاينه نتاع العون القضائي. اليوم بتاريخ 31/3/2021 تم الاخبار ديالنا بانه غادي يتم الفتح نتاع القاعه الرياضيه. ومنين كنقولوا تم الاخبار ديالنا، ماشي كافه المنخرطين، لان التواصل ما كانش مع كافه المنخرطين بل مع عدد معين. فبالتالي هنا كنقولوا بلي كاين اقصاء نتاع واحد المجموعه من المنخرطين. جينا الصاله الرياضيه حنايا كنوع نتاع التعبير على الراي ديالنا وتعبير على الرغبه ديالنا في اتمام المسار القانوني من بعد ما درنا الشكايه عند السيد الوكيل الملك واللي تحالت على الشرطه القضائيه، واللي كنشكرهم من هذا المنبر التجاوب ديالهم معنا والطريقه اللي تعاملوا معنا فيها. كنشكرهم اولا. هاد الناس يعني داروا الامور ديالهم. فبالتالي حنا كننتظروا البث في الشكايه، لان كمنخرطين بماذا نطالب؟ نطالب باسترداد مستحقات كافه المنخرطين، بالاضافه
لتعويض المنخرطين على الضرر الذي لاحق بهم، بما في ذلك الضرر النفسي، الضرر المادي، الضرر الجسدي والضرر المعنوي، باعتبار الأجندات الرياضية نتاع هاد الناس أو ما سطروا له من قبل من أجل ممارسة سنة رياضية كاملة. فبالتالي هنايا تضرب في هذا العقد، وهنايا كنتوجهوا للسلطات وكنقول لهم اولا شكرا جزيلا، وثانيا كنقول لهم نتمنى انكم تثبتوا في هذا الموضوع باسرع وقت، وكنأكد لكم بلي المطلب ديالنا لا زال هو امام شركه جي ام فيتنس. تحياتي.